اهلا بحضراتكم ولقاء جديد من اخر النهار. يا رب تكونوا بخير. الاخبار النهارده مش كويسه ابدا ابدا ابدا. اللي حصل في القليوبيه شيء مؤسف جدا 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 جدا. خناقه بين اطفال انتهت الى مجزره راح فيها 5 مصريين. بصرف النظر عن مين مسلم مين مسيحي، 5 ماتوا و5 مصابين. وده بعد مجرد اطفال راحوا يرسموا على الارض، خرج شيخ الجامع اللي هم ترسموش رسموا حاجة شبه الصليب ولا بتاعة هتلر، ديت العلامة بتاعة هتلر ولا رسموا ايه الله اعلم، هنعرف دلوقتي. وبتحولت بقدرة قادر كده الى مجزرة. دلوقتي حاليا بيتم الصلح بين العائلات هناك، وفي زميلة لينا قال لي احمد حربية دلوقتي ان في زميلة لينا هتتكلمنا تقول لنا ايه اللي بيحصل بالظبط. لكن مات مسلم و4 مسيحيين، 5 مصريين ماتوا في حادثة بسيطة جدا تنم على ان هي ايه، زي ما قلنا قبل كده، مش دبانة دي قلوب مليانة. الحاجة البسيطة لما تكبر قوي كده، يبقى الراجل لما يتخانق مع مراته على ان هي جابت له الشاي بارد شوية فيروح مطلقها، فتعرف ان هو عنده مشاكل اصلا، في مشاكل اصلا. عشان كده نقول دي مش دبانة، دي مش دبانة واحد بيشيها كده لأنه بيتعصب جدا، فتبقى قلوب مليانة، قلوب مليانة. في زي ما قلت لكم زمان إن المشكلة ما زالت قائمة وما زالت موجودة وعايزة علاج جذري وعايزة تأمل كبير وعايزة دراسة عميقة وعايزة حقوق واجبة للإخوة المسيحيين لم يأخذوها حتى الآن. احنا معانا صفاء.